بعد تشكيل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وفدا وزاريا رسميا لزيارة سوريا والوقوف إلى جانبها ومساعدتها في ملمتها، أكد مطلعون أن الخطوة في غاية الأهمية ولها دلالات عدة، في حين أراد البعض أن يبقيها في إطارها الإنساني. أولا، في كارثة كبرى حصلت ببلد عربي شقيق وببلد صديق، فبالتالي بلبنان رغم الظروف اللي عم يعيشها لا شك أنه من الواجب الإنساني المبادرة لأي مساعد ممكنة وضمن إمكانات لبنان، فبالتالي أخذت المبادرة بناء على هالكارثة اللي ألمت بهالمنطقة وحتى يعني ضربت جزء من لبنان، بس الحمد لله كانت يعني أخف وطأة على لبنان، فبالتالي بعتقد يعني المبادرة تكون في السياق العام من ضمن بلد شقيق، وبالمفترض أنه ما يستطيع أن يفعله لبنان رغم ظروفه أن يفعله بهالمرحلة، لأنه فعلا تاريخيا تحسب، لأنه بالملمات يتضامن العرب مع بعضهم البعض. المراقبون طرحوا أسئلة عدة حول إمكان أن تكون هذه الزيارة فاتحة لعودة لبنانية رسمية سياسية إلى دمشق. يعني بعتقد بالمرحلة الأخيرة كان في الكثير من التواصل العربي اللي كان مرحب فيه، نأمل أن يتعزز هذا التواصل العربي وبالتالي فتح جميع الأبواب بين العرب بين بعضهم، لأنه بهالمرحلة وهالمفصل التاريخي لا شك أنه نحتاج أكثر ما نكون للتكافل والتضامن العربي فيما بينهم، بالإضافة أنه بلد شقيق مثل سوريا تربطنا به أواصر الكثير من اقتصاديا وعائليا وحتى يعني الحدود الواسعة مع هذا البلد الشقيق، بعتقد في الكثير من الملفات التي يمكن معالجتها في حال كان في هناك إطار للتواصل بشكل أكبر. لبنان الرسمي المعني لطالما رفض الحديث مع سوريا من دولة إلى دولة على رغم التبادل الدبلوماسي الذي بقي قائما طيلة الأزمة وعلى رغم أهمية معالجة ملف النازحين على أراضيه، فهل تحمل المرحلة المقبلة انفراجات على هذا الصعيد؟ يعني بالنهاية هذا الملف من الملفات العالقة والتي تحتاج فعليا إلى معالجة كبرى بالمرحلة القادمة، عسى يكون يعني هذا المبادرة رغم يعني المناسبة الأليمة التي هي فيها، علما أنه بعتقد الحكومة اللبنانية الحالية كان في عدة محطات كان في تواصل، يمكن أنه بالمرحلة القادمة ممكن رفع الوتيرة وخاصة بعد استقرار لبنان أكثر وأكثر وخاصة بانتخاب رئيس جمهورية، إنما بهالمرحلة بعتقد العنوان الإنساني هو الأساس، وما بمرحلة لاحقة بعتقد في الكثير من الملفات التي من المفترض معالجتها بين البلدين الشقيقين. ما من شك أن المشهد العربي عموما والخليجي خصوصا بات اليوم أكثر انفتاحا على سوريا، خصوصا في مرحلة ما بعد إعادة انتخاب بشار الأسد رئيسا للجمهورية، وقد يكون لبنان الرسمي يخطو خطوات نحو دمشق بعد الخطوات العربية، فلماذا ينتظر بعض المعنيين دائما ما سيقوم به الخارج حتى يقومون بالمثل؟